الشهيد وسام شريف جابر الموسوي. بين نخيل الجنوب وفراته العذب ولد الشهيد في أسرة زادها ونسبها حب أهل البيت عليهم السلام عام 1976 في محافظة ذي قار، وتربى على الخدمة الحسينية لينشأ خطيباً ومنشداً حسينية. عمل في عام 2003 في مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الوارف، ليتطوع بعد ذلك لحماية المؤسسات الحكومية في ذلك العام. التحق الشهيد بقسم ما بين الحرمين الشريفين للتشرف بخدمة سيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه المولى أبي الفضل العباس عليهما السلام، ولما يتمتع به من شخصية القائد العادل كان كثيراً ما يسهم في حل المشاكل المجتمعية العشائرية، فكانت تربطه علاقات وطيدة بوجهاء العشائر العراقية في الوسط والجنوب. سكن مدينة كربلاء المقدسة، وكان كثيراً ما عرف عن خلقه الرفيع وابتسامة محياه حينما يمر ذكره. درس في الحوزة العلمية الدينية والتحق بصفوف المتطوعين بعد أن صدرت الفتوى ليقاتل ضد مجاميع داعش الإرهابية ويكون قائداً ميدانياً في تشكيلات فرقة العباس عليه السلام القتالية منذ بداية تأسيسها. شارك في العديد من المعارك التي لقن من خلالها الدواعش دروساً في البطولة والتضحية، حتى إذا ما حانت معركة تطهير منطقة سيد غريب في قاطع بلد تربص له قناص الأعداء ليرديه شهيداً ويرتقي مخضباً بدماء العزة وقت أذان الظهر. وكان الشهيد قد قام بترديد أهازيج ولائية حماسية فوق الساتر القتال، وبقيت جثته في أرض المعركة لأكثر من يوم لصعوبة إخلائها بسبب شراسة المعركة وشدة خطوط النيران المتبادلة. الخلود لأمثالك أيها الشهيد السعيد، ولذكرك المجد، فقد جاهدت في سبيل الله والمقدسات خير جهاد، وقاتلت حتى توسمت الشهادة.